نعود مجددا لمتابعه زياره قائد القياده المركزيه الامريكيه الجنرال جوزيف فوتل، ومعنا للحديث عنها سياده الرئيس حمدي بخيت عضو لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب. سياده الرئيس، اهلا بحضرتك. يعني تتزامن تلك الزياره مع العمليه الشامله سيناء 2018، ما هي الاهميه التي تكتسبها هذه الزياره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زياره القائد القياده المركزيه لمصر تعتبر من الزيارات الروتينيه التي يؤديها قائد القيادة المركزية إلى دول الاهتمام في منطقة العمليات القيادة المركزية وأهمها مصر. زيارة قائد القيادة المركزية دايما متوالية ومتعددة، ومنذ وقت قليل جدا أي حوالي شهرين كان هو موجود أيضا في مصر. هذه الزيارة تأتي أهميتها في ظل العمليات التي تقوم بها مصر بمحاربة الإرهاب صراحة وبمفردها وبقدراتها وضد قوى الشر في جميع أنحاء الإقليم وضد القوى المناوعة والعناصر الإرهابية المتواجدة على الأرض المصرية. كذلك تأتي هذه الزيارة في ظل قدرة القوات على تحقيق نتائج باهرة جدا في وقت قصير ضد هذه العناصر. أيضا تأتي هذه الزيارة حيث تنتشر عناصر من القوات المسلحة المصرية على سائر الحدود المصرية برا وبحرا وجوا. وفي مجال البحر والجو أعتقد أن القيادة المركزية يصبح لها اهتمام مهم جدا للتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة المصرية في ظل ما تقدمه الولايات المتحدة من تصريحات أنها داعمة للحرب على الإرهاب. إذن هذا ممكن يتمثل ميدانيا في زيارة قائد القيادة المركزية. وفي هذه النقطة سيادة اللواء، يعني ما الذي تحتاجه مصر من دعم من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء أجهزة رادارات، أجهزة تتبع العسكرية والمناورات المستمرة بين البلدين؟ المناورات والتدريبات المشتركة مستمرة ولها برنامج، يعني قمته برنامج التدريب المشترك النجم الساطع، حيث تشارك فيه كل الأفرع الرئيسية، قوات جوية وبرية وبحرية وأفرع رئيسية وعناصر من القوات الخاصة. الأهم في هذا أن مصر تحتاج التنسيق المعلوماتي والتنسيق الاستخباراتي علشان تضمن أهمية ودقة الضربات التي توجهها ضد هذه العناصر، كما أيضا تؤكد على تجفيف منابع الدعم والتسلل إلى منطقة العمليات من هذه العناصر. كذلك الدعم التكنولوجي العسكري مهم جدا جدا من وسائل الكشف كما ذكرت حضرتك، ووسائل التحديد ووسائل المتابعة الإلكترونية لهذه العناصر. كل ده بيأتي في إطار تعاون عسكري مهم جدا مع الولايات المتحدة. يجب أن تعي الولايات المتحدة مثل هذا الحجم من المساعدات التي يمكن أن تقدمها مصر، وهو يسير جدا بالنسبة لما تقدمه لدول أخرى في المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الزيارة قد تتطرق لهذه النقاط التي أثرناها، وأنا أعتقد أن الجانب المصري سيكون حريص على تنمية هذه العلاقات العسكرية في ظل هذه الزيارة. طيب سيادة اللواء، يعني هي حرب دروس تخوضها مصر ليست فقط في سيناء، يعني قبل قليل كان هناك إحباط هجوم استهدف كمين شرطة بمركز العدوى في المنيا والقبض على أحد منفذيه. كيف تقيم نتاج التعاون الحاصل ما بين القوات المسلحة والشرطة ونتائج العملية العسكرية سيناء 2018 حتى اليوم؟ أولا أنا عايز أقول أن العملية ممتدة من صحراء غرب النيل طبعا عشان اتجاه التهديد من الغرب ومن الجنوب الغربي، كذلك ممتدة إلى الدلتا، كذلك ممتدة نحو شمال ووسط سيناء، ودول المنطقتين المهمتين والأكثر تميزا في هذه المرحلة من العمليات. كما أن التركيز الجهود على منطقة شمال سيناء ووسط سيناء لا يعني أننا نترك باقي المناطق، فمثل هذه العملية التي تم إحباطها في المنيا تعطي عنوانا صريحا على انتشار القوات وقدرتها على التعامل على كافة الأراضي المصرية بمصاريعها المختلفة الصحراوية والمبنية والزراعية
والجبلية. اذا التخطيط لهذه العملية تخطيط شامل كما ذكر، كما ان النتائج التي حققتها العملية حتى الان تعتبر نتائج باهرة من حيث الاعداد التي تم القضاء عليها في اقل من اسبوع، والاعداد التي قبض عليها، ودي الاهم، حيث وجد فيها عناصر من جهات ودول أجنبية. كذلك هذه العناصر تعتبر مصدر خصب للمعلومات لاستكمال العمليات في مناطقها المختلفة بقوة. كذلك تدمير البنية التحتية لعناصر الإرهاب المتمثل في تخزينات المواد المتفجرة والألغام ومخازن الذخيرة والأسلحة يأتي في مقدمة أولويات نجاح هذه العملية، حيث تجفف منابع القدرة التي يمكن أن تستخدمها هذه القوات. كذلك انتشار القوات في غرب في البحر المتوسط والأحمر وعلى الحدود المصرية من كافة الاتجاهات، وخاصة الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، ده بيدي أهمية مهمة جدا جدا لعزل منطقة العمليات ومنع الدخول إليها أو الخروج منها. الحاجة المهمة جدا في هذه العملية والتي أدت إلى نجاحها الدعم الشعبي الكبير جدا لهذه العملية وتلهف المواطنين على سماع النتائج. ويكفي أن بعض الجنود أو كل الجنود المخصص لهم أن هم يخرجوا رديف أو ينهوا خدمتهم في مارس، في أول مارس، طلبوا امتداد خدمتهم ولحقهم زمائلهم في التخصصات الاخرى وفي الاسلحة والافرع الرئيسية الاخرى. اذا نحن بصدد ملحمة كبيرة جدا جدا بتقوم بها القوات المسلحة والشرطة واجهزة الدولة، وانا باركز على هذا، واجهزة الدولة المستنفرة لصالح العملية. كذلك الشعب المصري العظيم الذي يساند ويدعم قوات المسلحة في كافة المجالات. كل دي هذا ما اشار المتحدث العسكري عن دور المواطنين واهل سيناء سواء قبل بدء العملية في الابلاغ عن الاماكن التي يتواجد فيها ارهابيين او اثناء العملية. بتأكيد حضرتك تابعت المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري اليوم، وهو يتحدث عن انجازات هذه العملية حتى اللحظة وكيف تمت عملية الاستعداد لتلك العملية. ما اهمية ان يخرج هذا المؤتمر الصحفي، اهمية البيانات المتتالية التي تخرج عن القيادة العامة للقوات المسلحة؟ البيانات اللي خرجت عن القوات المسلحة أخذت منحة مهم جدا جدا، وهو طمأنة الناس والشفافية معهم في وقت مهم جدا بأن استخدمت نظام التقرير اليومي. احنا ممكن نستخدم نظام التقرير اليومي، نظام التقرير عن كل مرحلة، واعتقد ان كل مرحلة ممكن تستمر فترة كبيرة، ممكن الناس تقعد فيها في قلق. اما التقرير اليومي والمؤتمر الصحفي الذي عقب الايام الاولى من العملية، كل ده بيؤدي الى دعم الروح المعنوية والالتحام بين الجيش والشعب والشفافية في ادارة الدولة سياسيا وعسكريا وفي كافة المناحي، حتى في اهم العدائيات التي تواجه الدولة وهي الحرب على الارهاب. وعي المواطن مهم جدا جدا جدا، وانا قلت قبل كده انه بيلعب الدور الاهم والاول في الاكتشاف والتبليغ والتحديد اذا كان شاكك في اي حاجة. وبالتالي فعلى المواطن ان يكون مستشعر التهديد في جميع الاوقات وفي جميع الاماكن التي يتواجد فيها، ويكون واعي لنقط الاتصال المطروحة من الدولة لكي يبلغ عن اي شيء يشك فيه، لان هذا العدو عدو هلامي يخرج من اي جزء، من اي مكان، يخرج من الشارع، يخرج من الشقة اللي جنبك، يخرج من البيت اللي جنبك، يعني يخرج من الزراعات اللي انت فيها، يعني عدو دنيء لا يعرف اي بعد انساني في تحقيق اهدافه. وبالتالي على المواطن ان يكون واعيا مرتبطا وملتحما بقوات المسلحة وبدولته لكي يلعب الدور الاهم في مواجهة هذا الارهاب المنتشر في اماكن كثيرة. طيب سيادة اللواء، يعني برا وبحرا وجوا تنفذ قواتنا المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية عملية مجابهة شاملة، ربما هذه العملية ترسل برسائل عديدة سواء كانت عسكرية او سياسية، ما هي ابرز هذه الرسائل؟
الرسائل اللي ممكن ترسل لا تصنف عسكريا أو سياسيا من وجهة نظر، ولكنها تصنف إلى رسائل موجهة للداخل ورسائل موجهة للخارج، تشمل كل الأبعاد، سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية وعلى كافة مناحي قوى الدولة الشاملة. فلو بصينا إلى الداخل، هذه العملية تزيد اللحمة بين الشعب المصري وقوات المسلحة والشرطة وأجهزة الدولة. هذه العملية تدعم قيام وكيان الدولة الذي نعمل على بنائه منذ 30/6 على أسس جديدة ومحترمة يكون فيها المواطن في أولويات اهتماماتها. الحاجة الثالثة اللي ممكن يبعتها للداخل أن لديه قدرة، نقول لجميع المواطنين أنه أصبح الآن لدينا القدرة العسكرية التي والأمنية وفي جميع مناحي قوى الدولة الشاملة التي نستطيع أن نواجه بها الإرهاب على أرض مصر. الرسالة الرابعة، ودي رسالة مهمة جدا جدا، أن على الداخل المصري أن يجتمع ويتوافق ويتحلى بالوعي ويتحلى بالإرادة الصلبة، لأننا نتعرض لعدائيات غير مسبوقة في التاريخ المصري الحديث. أما الرسائل الموجهة للخارج فرسائل مهمة جدا جدا، أن مصر باتت قوة إقليمية قادرة على حماية أمنها القومي، وقادرة أيضا على بتر أي ذراع تحاول أن تتدخل في شؤون أمنها القومي. الحاجة الثانية، أن مصر لا تستخدم قوتها مهما بلغت ضد أحد، ولا صديق ولا شقيق ولا دولة في البعد الإقليمي، إنما تستخدمها للدفاع عن نفسها فقط والدفاع عن أرضها وتطهيرها من هذه العناصر المجرمة. الرسالة الثالثة لجميع شعوب العالم، أن مصر تحارب الإرهاب منفردة ونيابة عن العالم وبدماء أبنائها وبأرواح أبنائها لكي تعيش الإنسانية حياة آمنة وكريمة. الرسالة الرابعة، أن مصري بات حرا، لا أحد يستطيع أن يوجه القرار السيادي المصري إلى توقيت أو اتجاه من مصلحته هو فقط، لا، أن القرار السيادي المصري يضمن لمصر حرية الحركة من حيث التوقيت ومن حيث الأداء. الرسالة الخامسة، ودي مهمة جدا جدا، أن مصر باتت الآن قادرة على تحديد اتجاهها بما يتناسب مع مصالح الأمن القومي المصري وبما لا يضر مصالح الآخرين. فعلى الآخرين أن يتناغموا ويتعاونوا مع مصر الدولة المسالمة التي تحارب الإرهاب، وبالتالي هذا التعاون يجب أن يبنى على المصالح المشتركة لهذه الدول وليس على حساب لصالح دولة على حساب مصر. أشكرك سيادة اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي من مجلس النواب، شكرا جزيلا.